النهارده بينتو ومتويا وسونج وتيو وبيدرو وايضا بارترا وسيرجي روبرتو. اول هدف في اللقاء، اول هدف في الليجا، اول هدف في الليجا لنيمار، اول هدف لنيمار في الليجا، سجل رسميا في السوبر في مرمى اتلتيكو في لقاء 1-1. ادي امامنا هنا الكوره، وبرافو مش برافو ابدا حارس المرمى، كوره واختراق وتوغل وكره عرضيه والدفاع والهدف الاول بعد 5 دقائق. شوف كوره والتوغل امامنا، اتلعبت امامنا اهو من تشافي أليكسيس سانشيز، والتحرك الجميل من أليكسيس سانشيز والكره العرضيه. وشوف هنا الرقابه الدفاعيه فين بقى، فين فين امامنا كادامورو اللاعب الجزائري اللي امامنا هنا اخطا في هذه الكره، ورط فيها برافو، وبرافو على طول طبعا هنا بقى لنيمار، ومش برافو لحارس المرمى. الهدف الاول للرسمي بقى لنيمار في الليجا الاسبانيه بعد ان لعب مع البارسا في اللقاءات السابقه ولم يسجل نيمار في الليجا. سجل في اللقاءات الوديه هدفين وسجل رسميا في قدم فريق نادي برشلونه وانطلاقه ومحاوله. وادي امامنا هنا الكرات العرضيه واللمه حلوه قوي نيمار، وادي فرصه والثاني ميسي، والثاني ميسي. 7 اهداف ميسي، 7 اهداف ميسي امامنا في الدوري هو اللي بيتشيتشي في العام الماضي امامنا اهو في هذه اللقطه. يا سلام على الكوره الحلوه، يا سلام على ليونيل ميسي والهدف السابع. 2 في ليفانتي، هاتريك في فالنسيا، سجل في اشبيليا وسجل ايضا في مرمى طبعا اللقاء اليوم. ادي الهدف الثاني في الدقيقه كام؟ ادي امامنا اريساتي قال لك اوقف ميسي. اول مهمه كيفيه ايقاف ميسي، ولا حدش يقدر على ميسي الا ميسي طبعا والمولى سبحانه وتعالى. الهدف الثاني بعد مرور 8 دقائق. هذه انطلاقه من نيمار وأليكسيس سانشيز وتدوير اللاعبين النهارده، سيسكي خارج القايمه، وشوف ميسي عمل الراسيه المره دي بقى عاملها حلوه 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 حلوه. ونيمار، ادي نيمار، ادي نيمار لسه نحكي سجل هدف وصنع هدف، مفيش اجمل من كده، مفيش احلى من كده. وامامنا الهدف الثاني في اللقاء عشان يبقى اعلى نسبه تهديف، والمنافسه حلوت والكلام بقى جميل جدا مع قدوم نيمار. وادي امامنا هنا قلب يا ولد يا ولد على الكره الجميله، الكره مش عايزه تدخل. ادي ميسي، شفنا هدف رائع من رونالدو امام ختافي بالكعب، وادي الهدف بقى، الكره عايزه بقى المره دي امامنا بوسكيت يسجل في المرمى ريال سوسيداد. الهدف الثالث للفريق في الدقيقه 23 بعد فرصه ميسي، ايه فرصه ثلاثيه لميسي لاحراز الهدف الثالث والثاني ليه في اللقاء، لكن هنا بوسكيتس هو اللي يسدد وهو اللي يضع الكره في المرمى وهو اللي يكون ليه الهدف الثالث في هذه المباراه، الهدف للنجم طبعا بوسكيتس في هذه المباراه. ادي بوسكيتس، هدف لبوسكيتس. شوف امامنا الاعاده، كره من ادريانو، استلام من أليكسيس سانشيز، شوف المد الهجومي للرقابه موجوده ولا ضغط دفاعي، وكره من قلبش والكعب الجميل جدا من ميسي، والكره اللي جات له امامنا هيتر تاتم في باطن العارضه، كره يعني كانت من الكرات الجميله في اللقاء. وامامنا بوسكيتس بقى من خارج منطقه الجزاء الموسم الماضي وحتى خارج ملعبهم فازوا في 8 لقاءات. هنا امامنا بنتابع فوز وحيد على ختافي، هنا امامنا المحاوله ريال سوسيداد العرضيه، البحث عن إجريتشي، بيكي، تدخل، استلام حلو قوي من إجريتشي، إجريتشي الهدف اللي امامنا اهو، الهدف ياتي، الهدف ياتي عن طريق البرتو ديلا فيا امامنا اهو، البرتو ديلا فيا يسجل في هذه اللقطه، البرتو الهدف من الخطا الدفاعي. لسه بنحكي على الاخطاء الدفاعيه، ادي الجماهير اللي جايه من سان سباستيان من اقليم الباسك في هذه الفرصه العرضيه والحضور يعني هنا في هذه اللقطه. خطا من انو، خطا من بيكي، واجريتشي عاملها حلوه قوي، والبرتو الظهير الايسر يتقدم عشان يقلص النتيجه في الدقيقه 64 في شوط استعراضي من جانب برشلونه في اضاعه الفرص وفي يعني استعراض للمهاره. وامامنا هنا بقى الهفوه، وريال سوسيداد يعبر عن نفسه ولو بهذا الهدف الشرفي في هذه اللقطه من لمسه حلوه قوي من إجريتشي، وتمال هدفين برصيد 7 اهداف في الليجا، وكان البتشيتشي في الموسم الماضي والموسم اللي امامنا هنا بيحاول فيه ميسي. اوبا جول، اوبا جول امامنا بارترا، هنا بارترا، هنا بارترا يسجل في هذه اللقطه. ادي امامنا بارترا كان سجل في مرمى مالجا هذا اللاعب، وامامنا هنا في هذه المحاوله وفي هذه اللمسه الجميله، وهدف لبارترا من صناعه الناجم ميسي. ادي امامنا هو الشاب اللي دخل بديل لماسكرانو، مارك بارترا، مارك بارترا يسجل، لاعب المنتخب الاسباني مارك بارترا
الشباب ومن اللاعبين مميزين. بص شوف ميسي عدى ازاي ومرور من ميسي وبقت النتيجة 4-1 ومارك بارترا هو من يسجل في هذه اللقطة.